بدنا ننتقل لزميلنا مستنانا احمد ابو حماد اللي ما زال في مادبه. صباحك سعيد من جديد يا احمد. صباح الخير ألكسندرا، صباح الخير لضيفك الكريم، صباح الخير لارا، صباح الخير لكل مشاهدينا ومتابعين برنامج يوم جديد. بنصب عليكم مرة أخرى من محافظة مادبا. اليوم راح نسلط الضوء أكثر ونتعرف على معهد تدريب مهني مادبا للذكور والإناث، وهو يعتبر من المعاهد الرائدة والمتميزة على مستوى المملكة، وهو أحد المعاهد التابعة لمؤسسة التدريب المهني، والذي يقدم خدمات التدريب والتطوير المهني ويزود السوق المحلي والإقليمي بأيدي عاملة مهارة متخصصين في كافة المجالات المهنية مزودين بالمهارة والخبرة المطلوبة. كما يقدم هذا المعهد العديد من الدورات التدريبية باستخدام أحدث الأدوات والمعدات الحديثة والمتطورة، بالإضافة إلى مجموعة من المدربين والكوادر البشرية المؤهلة والمدربة. حكون معنا الآن الست رجاء عليان مديرة هذا المعهد لحتى تعرفنا عليه أكثر. ست بقول لك صباح الخير ويعطيك العافية. صباحة. أهلا وسهلا فيك. طبعا احنا أجواء جدا رائعة قبل ما نطلع الهواء، أحد جميل بكل ما فيه، طاقة إيجابية، الكل مستمع بهذه الأجواء الصباحية الرائعة، ومفروض حتى الكل يعني يكتسب مهارة مميزة من خلال التدريب في المعهد. بدنا تعرفين على هذا المعهد والدمج بين معهد الذكور والإناث في معهد واحد وتأسيسه وأهم التخصصات اللي بتقدموها والبرامج داخل هذا المعهد. صباح الخير للجميع، أهلا وسهلا فيكم في محافظة مادبا. صباح الخير للمشاهدين على شاشتنا الوطنية، شاشة التلفزيون الأردني وبرنامج يوم جديد. برحب فيكم مرة تانية. نحن اليوم موجودين في مشغل التجميل، هذا أحد مشاغل معهد مادبا للتدريب المهني فرع الإناث. إحنا كان حسب رؤية جلالة سيدنا في الاهتمام بمؤسسة التدريب المهني والتدريب المهني والتقني، فكان هناك توجه من إدارة المؤسسة بأنه يهتموا بالنوع أكثر من الاهتمام بالكم، فكان هناك رؤية بأن معاهد مادبا التدريب الفندقي والسياحي بالإضافة لمعهد مادبا للإناث يكون هناك نوع من توحيد الإدارة على أساس أنه يكون في هناك تحسين وتطوير للخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل الإجراءات أمام مؤسسات المجتمع المحلي الموجودة في المحافظة. معهد مادبا موجود من 2000 الإناث وال2004 معهد مادبا السياحي والفندقي، بيستقبل كلا الجنسين الذكور والإناث في معظم البرامج التدريبية اللي بيكون بحاجتها سوق العمل الموجود في المحافظة أو في مملكتنا الحبيبة. البرامج التدريبية مرتبطة بمستويات التدريب المهني والماهر ومحدد المهارة، وأيضا هناك برامج يتم استبدال شهادتها بشهادة مزاولة المهنة، مما تؤهل الشاب الأردني والصبية الأردنية بأنهم يكون من السهل انخراطهم بسوق العمل. برامجنا أيضا تعقد بالشراكة مع القطاع الخاص، لأنه هذا إنه دور كتير مهم بهذا الشراكة. برامجنا بتم تنفيذها بالتعاون مع أصحاب العمل الموجودين ضمن المحافظة. كإحنا كمعهد بنخدم محافظة مادبا لواء ديبان لواء الجيزة بمختلف البرامج التدريبية على مستوى التخصصات التي تهتم بالإناث. في عنا حلاق نساء، خياطة، مدخل بيانات وطابع سكرتير، بالإضافة إلى الحرف اليدوية. سعت المؤسسة أيضا إلى تطوير وتوسيع هذا التدريب، استحدثت تخصصات جديدة. كان سابقا فقط المعهد الفندقي والسياحي معهد متخصص في مجال الفندقة والسياحة، ارتأت إدارة المؤسسة إنه إحنا بدنا نواكب التطورات الموجودة بسوق العمل، فاستحدثنا تخصصات جديدة اللي هو مشغل الهايبريد اللي هو بيقدم كهروميكانيكي السيارات الهجينة، نعم، ومساعد كهربائي السيارات. جميل ما شاء الله، يعني أجواء رائعة جميلة، معهد متطور متخصص جميل بكل ما فيه. نعم. المدربات النشميات الموجودة وأيضا المتدربات من الصبايا، كل الشكر لك ستي. راح نلتقي بعد قليل إن شاء الله في المعهد الخاص بالهايبريد. طبعا مشاهدينا كان لنا إطلالة سريعة خاصة، حبينا نسلط الضوء من خلالها أكثر على معهد تدريب مهني مادبا للإناث والذكور، والذي يقدم العديد من التخصصات النوعية والمميزة واللي بتخدم بشكل كبير المجتمع المحلي المحيط بهذه المنطقة، وأيضا بوفر مساحة أو مكان العديد من المتدربات الحابين يسقلوا مهاراتهم ويكون عندهم بعض المهن الخاصة لحتى يساعدهم بدخول سوق العمل. خليكم مع زميلنا أنس عواد لاستعراض بعض النشميات الأردنيات كمان في الآن التدريب وعلى الهواء مباشرة، ويسعد صباحكم مشاهدينا مرة أخرى.